وهذه ضربة رأس من باتستون يرد عليه خوليو سيزار وعلى منطقة الوسط تيجانا يستلم كرة. كرة تهيأ لصالح الفريق الفرنسي أمارس واستلام كرة وهجمة رشطة والله لا زالت خطرة جول 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 بلاتيني بلاتيني يسجل هدف التعادل لصالح الفريق الفرنسي نتيجة خطأ بالمواقع الدفاعية لعبها شوف هي المفروض من أول مرة وأشوف لعبها بكل هدوء في مرمى كارلوس ويسجل شوف عادة بالبطيء هي المحاولة الأولى لكن جاء بلاتيني من وضع متابع جدا يسجل منها هدف التعادل لصالح الفريق الفرنسي كرة يودعها بسهولة بكل لأنه كان جيريس من وضع سهل بالوصول عليه وهدف التعادل يجي باللحظات الأخيرة من الشوط الأول يعني باقي 4 دقائق على انتهاء هذا الشوط وفريق فرنسا يسجل هدف التعادل في مرمى البرازيل مباراة مهمة وكبيرة والنتيجة بها صعبة للفريقين بلاتيني الكابتن يسجل هدف التعادل لصالح الفريق الفرنسي كرة تلعب تركة وراجع للخلف هذه فرص اللعب أعزائي المشاهدين بكرة القدم